خلاص مبقاش ليا نفسي اشتري هدوم، بقول ملهوش لزوم. حتى الحزام اخترته ما يتشاف لاني اشتريته شفاف. الله الله، ما تسقفليش ما تسقفليش على الشعر اللي انا الفته ده. بصوا يعني اذا انا قلته ده كذب ملوش لزوم. ايه ده، انا مفلسه بسبب الهدوم والاونلاين ده. حالي وانا بطل الاونلاين، هي الصوره دي معبره جدا، هي ده حالي بالظبط وانا بشتري الاونلاين. اقسم بالله ربنا يهديني يا رب، ربنا يهديني يا رب، علشان انا خلاص انا يعني انا فلست افلاس رهيب. يلا بينا. ازيكم، معاكم سارة سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن مشتريات شي ان. جالي طلبين من مكانين مختلفين، فاستلمت اول طلب فقلت يعني افتحه معاكم. انا لسه ما فتحتهوش، هفتحه معاكم وكملوا الفيديو علشان انا الفيديو ده هيبقى يعني دامج الاتنين، دامج الحاجتين، فانا مستنيه استلم الاوردر التاني علشان اكمل بيه الفيديو. تمام، يلا بينا. اول حاجه، اول اوردر اهو، ده حزام شفاف ما يتشاف. بصوا بقى، هنفتح مع بعض، لسه مفتحوش خالص. نفتح مع بعض، نفتح مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده، في كيس تاني، في كيس تاني. ماشي اهو 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 اهو. الله على الجمال والحلاوة، الله على الجمال والحلاوة. طب بصوا اهو اهو، ده حزام شفاف، هو طالع موضة اوي، بس انا مشتريتوش عشان طالع موضة. انا اشتريته ليه؟ اشتريت الحزام الشفاف ده علشان مش كل شويه اروح اجيب حزام بني وحزام اسود وحزام احمر، لا انا جبت ده عشان البسه على كل حاجه والموضوع يخلص على كده. انا معنديش وقت اقعد اختار حزامه واقعد اختار الجزمه سود لازم يتلبس لها حزام اسود والجزمه البني لازم حزام بني، لا انا جبت ده بقى يليق على كل حاجه ومحدش عارف ينطق معايا. اهو ده يليق على كل اللبس اللي عندي والموضوع خلص. حزام واحد يكفي، انا كنت اقول لا يكفي، حزام واحد يكفي، حزام واحد يكفي. بصوا هو حلو، ماشي حلو اهو. ده بصوا انا حاسه ايه، هو رفيع شويتين، رفيع، الحلقات دي كويسه، لونه ذهبي، السمك بتاعه متوسط ولا تخين ولا رفيع يعني كويس ماشي، ويرفعه كويس يعني لو اتخن من كده ممكن ما يخشش فيه اللي هي الحلقات بتاعت البنطلون، في حلقات بتبقى رفيعه فده كويس ماشي. ده اول حاجه، وده شكل الكوتة بتاعه. طبعا في اشكال كتيره جدا بس انا اخترت الشكل ده. ده اول حاجه، اول حاجه ماشي. تاني حاجه، طبعا مش هيجوا في دماغكم ده ايه، والله ما هيجي في دماغكم ده يا جماعه، ورقه مكتوب عليها باث روم. باث روم يعني حمام. طب انا جايباها عشان احطها فين؟ عشان احطها طبعا على باب الحمام. طب يعني ليها لازمه؟ اول ما انا عندي لازمه، انا عندي الحمام قبليه بابين او ثلاث، او قبليه يعني مطبخ واوضه النوم واوضه اطفال. تمام، الناس لما اول حد بيجي هنا بيقعد يقول لي فين الحمام فين الحمام، عشان الحمام ده بيبقى في اخر الطرقه خالص وبنحوط له كده حوادايا، يعني كان في مهندس عبقري بيعمل الحوادايا دي، ففي ناس كتير اقسم بالله ممكن يعني ما يعرفوش الحمام فين. فانا ريحت دماغي، انا جبت ده عشان هلزقه على باب الحمام، علشان ايه؟ اقول لهم بصوا هتلاقوا على الحمام مكتوب عليه حمام، الموضوع خلص. بس طبعا كنت عايزه حاجه شكلها حلو وراقي عشان ما احسش ان انا في ملاحده عامه يعني، فجبت ده. طبعا مش عايزه افتحها عشان هي يعني هم بصوا عاملينها حاطين عليها فيها فوم عشان ما تتطبقش، فهم كده ناس محترمين ان هم بيحافظوا على المنتج بتاعهم. بصراحه انا لسه ما فتحتهوش، فمش هفتحه بقى غير لما اجي الزقه عشان ما ابوظوش، عشان انا لو فتحته دلوقتي انا هبوظه، فهجرب الزقه كده وربنا يسهلها كده. ده اول اوردر انا طلبته، هو ده الاوردر، والله هو ده الاوردر. استنوا بقى بقيه الفيديو ثانيتين وهنخش على الاوردر الجديد، بس استلمه، ادعولي استلمه ويطلع حلو، علشان بقى الاوردر جاي لبس يعني، ده حاجات بسيطه. الاوردر بقى اللي انا كمان ثانيتين، انا كل شويه اقول كمان ثانيتين، دول هيجي لبس بقى عشان اوريكم اللبس ده. تمام،
رجعت لكم تاني. انا قلت لكم استنوا ثانيتين بس، انا استنيت 15 يوم. الاوردر التاني جالي بعد 15 يوم. كبرت شوية ولا ايه؟ تعالوا بقى نشوف انا جالي ايه. طيب مبدئيا كده نسيت اقول لكم حاجة بسيطة، ان انا اخترت ارخص مشتريات من شي ان. يعني انا بدوس على مثلا عايزة جيب، بدوس على قسم الجيب، وبدوس انا عايزة طول ايه، وعايزة مثلا الوان ايه، وبدوس في الفئات من اللي فوق ان انا عايزة من الاقل الى الاكثر في الفلوس. تمام، انت بقى لو معاك فلوس هاتي من الاكتر للاقل. تمام، فانا حبيت ان انا اشوف من الاقل للاكثر دي عبارة عن ايه. وكمان بيبقى في حاجات ساعات بيبقى عليها عروض، وفي حاجات هي كده كده رخيصة طول المدة لحد لما بتخلص على الموقع. فتعالوا نشوف انا اشتريت ايه. اول حاجة الجيبة دي، الجيبة دي من ارخص الجيب اللي على الموقع. حسيت ان هي مناسبة ليا، مناسبة اوي يعني. المهم بقى دي عبارة عن ايه، تعالوا بقى نشوف مع بعض. بص دي عبارة عن جيبة طويلة، ماشي، وهي هحطلكوا صورتها هنا. واخترتها ازاي؟ دوست على قسم التنانير، التنورة، التنانير، هي تنانير جمع تنورة قسم الجيب. تمام، وبعد كده دوست على الطول اللي انا عاوزاه، ودوست على من الاقل للاكثر، ما يعني مش عايزه اتكلم في الموضوع ده كتير. وبعد كده قعدت بقى ايه اقول كده بقى ايه، ادور كده على اللي انا عاوزاه. فحسيت ان الجيبه دي مناسبه ليا، وانا مؤخرا كده انا بقيت بحب ستايل البوهو قوي. يعني انا قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا بحب بنترست، في بنترست عليه ستايل بوهو كتير. فانا لقيت الجيبه دي بالفعل كانت في ناس لابسينها. هي عبارة عن ليها فتحة زي ما انتم شايفين كده، طبعا ده هيتلبس تحتها بنطلون، غير ان هي ليها فتحة اصلا هي خفيفة شوية، ف هلبس كده كده تحتها بنطلون. بس انا عملت حركة ذكية قوي، يعني استعملت الذكاء العبقري اللي في عقلي ده. انا مقاسي اصلا فيها لارج، انا بقى جبت ايه، دخلت على قسم الكيرف بتاعها واخترت 2 اكس لارج. قلت بقى ايه، علشان دي من غير استك، هي بسوسته، والفتحة دي لو مقاسي بالظبط فهتيجي على مقاس الجسم بالظبط، والفتحه دي هتفتح مني. فانا بقى ايه قلت اكبر في المقاس، بس انا عشان ايه اضمن نفسي يعني جبت اكبر من مقاسي، يعني عديت اللارج، جبت 0 اكس لارج و1 اكس لارج. اقسم بالله كنت ممكن اختار 2 اكس لارج، بس كانت خلصانه في الوقت اللي انا بطلب فيه، تاني يوم كانت جايه برضه. فحمدت ربنا انا ما طلبتوش، لان الجيبه طلعت واسعه وسعان رهيب. يعني هضيقها من هنا، بس هي واسعه من الوسط، بس من تحت مظبوطه جدا، عشان انا اصلا مش عايزاها تبقى نازله ضيقه، انا عايزاها نازله على واسعه سنه علشان تليق على حجابي. فلو انت عايزاها مقاسك بالظبط فانت هتجيبي نفس المقاسات بالظبط، عشان هي بتطلع مقاساتها مظبوطه، ما بتطلعش ضيقه نهائيا. حتى هتلاقي في التعليقات تحت ان هم بيقولوا اختاري مقاسك، ما تختاريش اكبر من مقاسك. طبعا انا ايه الفهلوه بتاعتي خدتني واخترت اكبر من مقاسي، بس انا قلت لكم السبب بتاعي. ولسه هلبس تحتها بنطلون ستريتش، فيعني ايه كويس. تمام، تاني قطعة بقى، ودي بقى اللي انا كنت متحمسة لها قوي، هقولها لكم دلوقتي، وهي دي. ده عبارة عن سويت شيرت كبير اوفر سايز خالص اهو. طبعا طبعا الوردة زيعت ولا ايه. طبعا ده طالع موضة قوي، طالع ترند اللي هو اللون ده، مش عايزة اقول اسمه، اللي هو لون البقرة ده باين. المهم بقى ايه، ان هو ده برضو مقاس لارج، جبته مقاس لارج، وده كان برضو اخترته من ارخص الحاجات. برضو دخلت على قسم السويت شيرت، ودخلت على اسمه، لو انت هتجيبي بالسعودي هتلاقي اسمه البلازي التقيلة، هو اسمه كده. بتخش بتلاقي بقى كل السويت شيرتات اللي انت عاوزاها، دخلت عليهم برضو وجبت ارخص حاجه من الاقل الى الاكثر. وشفت ده ايه لفت نظري قوي، ودخلت على التعليقات قالوا ان هو حلو. ده كان ب60 ريال او حاجه، 60 ريال، ونزل لي حاجه و30 ريال، يعني واقف عليا بالمصري 150 جنيه، 160 جنيه، هو انا جايباه بكده. فالمهم ان انا لما شفته في الحقيقه، بص هو شفاف شويه، هو مش شتوي، هو شفاف شويه، فحسيت ان هو ما يستاهلش 60 ريال بامانه. هو يستاهل، هو اخره زي ما انا اشتريت كده
ب 30 ريال، اللي هو ب 150 جنيه مصري. طبعا انا هقصلكوا دلوقتي علشان تشوفوه عليا عامل ازاي، عشان تتخيلوه. ماشي، عشان ايه تتخيلوه؟ تعالوا نقصه مع بعض وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بعد ما شفتوه عليا. هو واسع، واسع قوي، فلسه بقى هظبطه، ولازم يتلبس عليه طرحه لونها اسود علشان يبقى شكله حلو. وشكله حلو، انا بقى بالنسبه لشكله انا خايفه قوي من شكله يأثر على شخصيتي، يعني خايفه البسه، ف يعني ما اقدرش افهم اللي حواليا بعد كده، فمش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده. بس هو شكله كلون يعني عجبني، فاهمين؟ فربنا يستر عليا الايام الجايه، ادعولي. المهم ايه، هي مش ناقصه معايا يعني، الحمد لله. فالمهم بقى ان انا يعني هو يعني انا هنكت كده ليه؟ هو اثر عليا بجد ولا ايه؟ فوق ايه بس كده؟ دي مشترياتي كلها من شيء ان. حبيت اشارك معاكم الحاجات اللي هي سعرها قليل على السايت بتبقى عاملة ازاي. ممكن تستلقطي كذا حاجة، وممكن ما تستلقطيش، يعني انت وحظك. فشوفي التعليقات اللي تحت كويس قوي، علشان بيبقوا قايلين ذوقهم رأيهم في الحقيقة. وكمان يعني شوفي بقى انت محتاجة ايه وهاتيه، ما تجيبيش اي حاجة وخلاص. يعني مش اي حاجة رخيصة هتجيبيها هتلاقيها هتجيبيها، لان انت في الاول وفي الاخر انت هتجيبي ذوقك. ماشي، المهم بقى بص ممكن جاوب بشتري بقرة انا ابتدى خالص. بصي في وشي، بصي في وشي، انا يعني مش عارفة الايام الاخرانية دي، يعني الفيديوهات اللي فاتت مرة البس حمار وحشي، مرة البس بقرة، مش عارفة عندي برضو تعبان، مش عارفة انا ميولي كانت ايه بالظبط بصراحة، مش عارفة. فالمهم بقى ان انا خلصت الفيديو بتاعي، فلو عجبك الفيديو اعملوا لايك، ومتنساش الاشتراك لو سمحتي. وانا مش طالبه منكم حاجات كتير قوي، اطلب منكم اشتراك، وطالبه منكم لايك، وطالبه منكم تفعلوا زرار الجرس، وطالبه منكم تشجعوني، وطالبه منكم تكتبوا لي في التعليقات، هو ده اللي انا طالباه بس. وتابعوني على الانستجرام بتاعي عشان بنزل عليه كل الصور بقى والتنسيقات، وكل ما باجي اخرج بنزل الصور، ولو اتطور معايا هنزل ستوري والكلام ده كله. وتابعوني الفيديوهات الجايه، يلا باي باي.